وننبه فقط مشاهدينا بهذا العاجل، إذا المراسل العربي يتحدث في هذه الأثناء أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت تحييد منفذ عملية الدهس عند معبر الياهو قرب قلقيلية من الجانب الإسرائيلي، كما أعلن مراسل العربي عبد الحفيظ جعوان. إذن هذه الصور الأولية التي وردتنا عن عملية الدهس عند معبر الياهو قرب قلقيلية. كان مراسل العربية قد أفاد إذن بإصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية في عملية الدهس هذه قرب قلقيلية، كما ترجل منفذ العملية وقام بطعن عنصر من عناصر الشرطة الإسرائيلية التي كانت منتشرة في المعبر.